دكتور سعيد حول هذا الرأي وهذه الرؤية تحديدا، وكيف يمكن لأوكرانيا أن تستفيد مما يحدث الآن؟ طبعا فيما يخص يعني استفادة أوكرانيا من مما يجري داخل روسيا، فإن أوكرانيا سوف تستمر بعملياتها الهجومية في الشرق وعلى الجبهة الشرقية والجنوبية للجبهة، حيث أنها يعني حققت نجاحات جزئية تكتيكية هامة خلال الأسبوعين الماضيين، عبر تحرير أولا بلدة أوراجاينايا، ومن ثم بالأمس تم الإعلان رسميا عن تحرير رابوتينا في المحور الجنوبي. وهذه المناطق يعني هذا يعني أنهم أن القوات الأوكرانية قد تجاوزت خط الدفاع الأول المكون من الألغام الكثيفة التي نشرتها القوات الروسية، وأصبحت قريبة بشكل كبير من مما يسمى خط الدفاع سورافيكن وأسنان التنين والمواقع المحصنة للقوات الروسية في التي تحتل تلك المناطق. ورغم هذا، رغم البطء الشديد في التقدم كما وليس كما ترغب القيادة العسكرية والجمهور والشعب الأوكراني، ولكنها تحقق النجاحات في تحرير هذه الأراضي، وأيضا والأهم في هذا الإطار هو تدمير الإمكانيات العسكرية والمعدات العسكرية الروسية. في حال لاحظنا خلال الشهر الماضي فإن يعني بعض المراكز الدراسات التي ترصد الخسائر الروسية والأوكرانية والمثبتة بالصور والفيديو، فإن نسبة خسائر القوات الروسية في المدفعية على سبيل المثال وصلت في بعض الأيام إلى 6 أضعاف الخسائر الأوكرانية، أما في المعدات فهي قد حصل يعني على الأقل 3 أو 4 أضعاف. هذا يعني أن الجيش الروسي يعاني بشكل كبير في المعدات، ولن يكون لديه في مستقبلا إمكانية للدفاع عن الأراضي التي يحتلها، خصوصا مع استمرار القوات الأوكرانية في استهداف خطوط الإمداد الروسية، وخصوصا عبر جسر كيرتش وأيضا الجسور الواصلة من شبه جزيرة القرم إلى إقليم خرسون. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا يعني الاستهداف المستمر لمخازن السلاح والتدمير، خصوصا بالأمس على سبيل المثال تدمير في شبه جزيرة القرم لمنصة أو منظومة S-400 المضادة للطيران، والتي يبلغ يعني تكلفتها نحو $1 مليار. وبالأمس أيضا تم الإعلان أو اليوم صباحا تم الإعلان عن عملية إنزال لقوات الاستخبارات الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة، واشتباكهم مع القوات الروسية وانسحابهم بنجاح بدون خسائر ورفع العمل الروسي هناك. هذه جميعها مؤشرات هامة حول التطورات التي سوف تحصل خلال الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة، خصوصا وهنا لكن أريد أن أعاقب على نقطة بسيطة ذكرها الزميل من الاستوديو من القاهرة حول موضوع الاستهداف الطائرة أو سقوط الطائرة. الطائرة سقطت أو فقد الاتصال معها على ارتفاع 8500 متر، أي أن يعني لا يمكن استهدافها عبر مضادات الطيران المحمولة على الكتف، لذلك لا يمكن القول أن القوات الأوكرانية عبر بعض عناصرها استهدفت هذه الطائرة. النقطة الثانية فإن يعني شهود العيان الذين قاموا بتصوير الفيديوهات تحدثوا أثناء التصوير أنهم سمعوا انفجارين، إحدى النساء وأحد آخر في فيديو منفصل ذكر أنه سمع 3 انفجارات قبل سقوط الطائرة وانفجارها على الأرض واحتراقها. هذا يعني أنه كان هناك يعني لم يوجد انفجار واحد في الجو، وإنما يعني في الغالب كان هناك استهداف من قبل المضادات الجوية بعيدة المدى S-300 أو غيرها من المنظومات الروسية. بالإضافة إلى ذلك الصور التي شاهدناها اليوم وعن قرب
ليه؟ حطام الطائرة يظهر فيها أيضا بعض الثقوب التي تكون عادة مشابهة بشكل كبير للأضرار التي تلحق بالطائرات عند انفجار المضادات الجوية الروسية من نوع بوك أو S-300 بجانب الطائرة. وهذا جميعه يشير بشكل كامل إلى أن الطائرة عمليا تم إسقاطها بالجو من منظومة دفاع جوي متوسطة المدى أو بعيدة المدى، وليس عبر تفجير من الطائرة، وخصوصا أن الطائرة سقطت بدون وجود جناح لها، وأيضا الجزء الخلفي أو ذنب الطائرة أيضا لم يكن موجود، وذلك يمكن كما ترون الآن على الشاشة. لذلك ما يجرى هو عملية استهداف قد تكون خطأ كما يمكن أن تظهر فيها التحقيقات الروسية، ولكن من الواضح أن الاستهداف كان لهذه الطائرة بشكل مباشر من مضادات الجو الروسية. وأيضا لا توجد في تلك المنطقة من بين موسكو ولينينغراد أو سان بطرسبورغ مناطق أو جبهة عسكرية للقتال بين أوكرانيا أو روسيا من أجل إطلاق يعني المضادات ضد الطائرة المدنية بالخطأ كما ذكر أيضا الضيف. النقطة الأخيرة التي أود التنويه لها هو أن خلال الشهرين الماضيين لاحظنا بشكل كبير أن هناك تغير كبير من قبل القيادة الروسية نحو ما يسمى الألترا الوطنيين الروس، وخصوصا ستريلكوف جيركن الذي كان يوجه انتقادات لاذعة لبريغوجين وأيضا للقيادة العسكرية الروسية وأيضا للقيادة السياسية ووزجه في السجن تحت يعني تهمة الإرهاب وغيره من يعني الضغوطات على جميع من كان يوجه انتقادات ذات القيادة السياسية أو العسكرية الروسية، وفي توجه جديد من أجل السيطرة على الساحة الإعلامية داخل روسيا. وفي هذا الإطار ممكن أن طبعا أن نجد الآن الكثير من يعني المحاولات بث الشائعات والمعلومات المضللة والهادفة لتضليل المجتمع والرأي العالمي، وأيضا تشتيت ما يسمى تشتيت الفضاء الإعلامي عبر يعني اتهامات ومعلومات كاذبة وغيرها من المعلومات سيناريوهات عديدة، ونحن بالطبع نتابع كل التطورات.